هاي جايز، السلام عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله معنا فيديو جديد راح يكون كتير خفيف وكتير حلو عن ترطيب البشرة طبيعي. طبعا اذا اول مرة عم تشوفوني لا تنسوا تضغطوا على زر الاشتراك السبسكرايب باللون الاحمر تحت الفيديو، وتعملوا اذا عجبكم هذا الفيديو تعملوا له لايك وتشاركوه مع اصدقائكم حتى يستفيدوا، واكتبوا لي بالتعليقات شو رايكم بالفيديو، اذا حابين افكار جديده او اي شيء انتم حابين تعرفوه يا ريت تكتبوا لنا بالتعليقات، ان شاء الله انا راح جاوب على اسئلتكم. اليوم مثل ما حكيت معنا فيديو كثير خفيف وكثير حلو بنحكي فيه عن ترطيب بشرتنا طبيعي. طبعا احنا كنا اكيد في هالجو وهالايام الا ما يصير عندنا جفاف في البشره، طبعا عندنا اكثر من عامل بسبب هذا الجفاف. عندنا اول عامل اللي هو التعرض كثير لاشعه الشمس بشكل كبير، وهذا كمان ممكن يسبب لنا غير جفاف في البشره، ممكن يسبب ظهور تجاعيد اكثر وتغيرات في لون الجلد وتصبغات. المشكله الثانيه مهمه واحنا ممكن كثير ناس بيوقعوا فيها اللي هي قله شرب الماء. طبعا قله شرب الماء عندنا بتعمل مشكله كثير كبيره، انه بتعمل جفاف في البشره ككل، مش بس بشره، مش في الوش بس، في كل جسمنا بتعمل لنا مشكله. انه مثلا وانت عم تعمل الاكل تتعرض للفرن للحراره العاليه، ممكن وقت لو في الشتاء تدفئه او مثلا اي شيء ممكن يعطي حراره تتعرضي له بشكل كبير، هذا ممكن يسبب لك جفاف كثير كبير في بشرتك. لهيك ضروري تهتمي في موضوع ترطيب البشره لحتى ما يصير عندك مشكله. شغله رابعه كثير مهمه وهي بتعمل لنا جفاف في البشره اللي هي سوء التغذيه. سوء التغذيه مش معناه ان احنا بناكل كميات قليله من الاكل، ممكن سوء التغذيه يكون بسبب نوعيه الاكل تبعنا ما يكونش مفيد، انه يكون الاكل اللي عم تتناوله مش مغطي جميع العناصر اللي عم يحتاجها الجسم. لهيك ممكن ايش يسبب لنا عندنا مشكله كبيره في البشره ويعمل لنا فيها الجفاف. طبعا غير الجفاف حيكون في مشاكل ثانيه، بس احنا اليوم نحكي عن جفاف في البشره. عندنا شغله كمان وهي بنتعرض لها في الوقت اللي احنا فيه، طبعا هو الصيف كنا عم نروح على المسابح، وطبعا في المسبح بيحطوا نسبة من الكلور لحتى يتخلصوا من اي ميكروبات في المية، هذا بسبب لنا مشكلة كبيرة للجسم وبيعمل لنا جفاف في الجسم. كمان شغلة اللي هي واخر شغلة معنا اللي هي قلة النوم، انه ننام بوقت غير كافي. احنا طبيعة عندنا الانسان طبيعي بده تقريبا 8 ساعات النوم الطبيعي. في ناس طبعا عندنا بتنام بس 5 ساعات او اقل، هذا طبعا مشكله كثير كبيره بسببها للبشره، انه حتى مش بس البشره، عندنا البشره بصير فيها جفاف وبصير طبعا عندنا الهالات السوداء حوالين العين، ويعني كثير ناس عم تعاني منها، وخصوصا في موضوع انهم بيسهروا لوقت طويل في الليل او انهم بيناموا وقت مش كافي للجسم، يعني بيكون تعب على كل الجسم وبيكون في جفاف في البشرة وبخليها ايش اقل. يعني احنا بنقول يعني في ناس وجهها مشرق جميل ومشرق بخليها اقل اشراقا وبيعطيها يعني ملامح كبيرة بالعمر، يعني تحس انه كأنه بدأ تجاعيد او كأنه مثلا بتحط فيها عمر اكبر من عمرها، وهي مشكلة كبيرة ولازم نخلص منها. طبعا اي سيدة في العالم بتحبش تحس حالها كبيرة بالعمر، فلهيك احنا اليوم بنحكي عن المشكلة الأساسية عشان برضه نتطرق لحلولها، لأنه زي ما بقولوا الوقاية خير من 1000 علاج أو خير من قنطار علاج. عندنا طبعا قلنا المشاكل، طبعا هاي المشاكل لازم نتفاداها، لازم نتفادى التعرض لأشعة الشمس كتير، لازم نتفادى كمان حرارة الفرن أو البوتاجاز لما نعمل أكل أو إشي، نحاول إنه قد ما نقدر نبعد وجهنا وايدينا عن الحرارة. كمان عندنا او نستخدم واقي الشمس، ممكن نستخدمه لما نتعرض للشمس وممكن نستخدمه لما نتعرض للحرارة.
انه نزود شرب الماء، نشرب مية قد ما فينا، لانه المية كتير مفيدة للجسم، مفيدة كمان في شغلات الرجيم والتنحيف. المية اشي اساسي نشربه في اي اكل او اي طريقة بدنا، سواء ترطيب بشرة، سواء تخفيف وزن او زيادة وزن. المية فيها عوامل كتير مهمة للجسم. طبعا عندنا كمان انه نحط كمان مرطبات للجسم، نهتم في جسمنا دائما ونحط المرطبات وما نستغناش عن موضوع الترطيب، لانه هو اهم شيء لحتى نخلي بشرتنا تضل على طول منتعشة وفيها حيوية. اخر شغلة اللي هي نهتم جدا في موضوع الغذاء، لازم ناكل الاكل متوازن يكون يحتوي على جميع العناصر، الفيتامينات، البروتين، الكالسيوم، كل شيء، لأنه كله مهم لجسمنا عموما ولبشرتنا. وكمان نركز في فترة الصيف هلأ إحنا نركز على الأطعمة اللي فيها نسبة عالية من المية، مثل البطيخ، الخيار، هاي شغلات كتير مهمة وكتير مفيدة لبشرتنا. طبعا هالحين بدنا نحكي على المرطبات الطبيعية. أنا اخترت لكم مرطبين من البيت وهم كتير مفيدين وكتير بتستخدموهم بالعادة في الماسكات الطبيعية، اللي هم أول شغلة عندنا الحليب. الحليب مرطب ومنظف للبشرة كتير ممتاز، وخصوصا للبشرة الدهنية. طبعا الحليب بسيط جدا، مش هتحتاج غير الحليب، راح تحتاج كمان قطعة قطن نظيفة. ووقت بس بدك تحطي القطنة بالحليب وبعدين تمرريها على بشرتك، أو تحط القطنة نفسها على بشرتك وتضل على البشرة من مدة 15 لعشرين دقيقة عندما إنه تجف. بس في ملاحظة مهمة، إنه طول ما أنت حاطة الحليب حاولي تتجنبي تعملي أي حركات أو إيماءات، مثلا ضحك أو زعل أو أي شيء، أو عصبية، لأنه ممكن يصير عندك خطوط بالوش وخلاله أنت حاطة الحليب. وبعد ما يجف الحليب بتشيليه بمية باردة وبتغسلي وجهك وهيك تمام. لو التزمت على هذا الموضوع راح تلاحظي انه بشرتك راح تضل نظيفة، راح تضل على طول رطبة ومنيحة، ويعني بين على طول مشرقة مش جافة. وهي طريقة انا كتير بحبها وكتير ممتازة، لو استمرت عليها راح ان شاء الله تلاقوا نتائج كتير حلوة. عندنا الطريقة الثانية، ويمكن في ناس بتعملها ويمكن في ناس لا تستهين فيها، اللي هو زيت الزيتون. زيت الزيتون مفيد ومهم لجميع البشرات الجافة العادية الدهنية، كله زيت الزيتون شغلة كتير مفيدة ومهمة لكل. طبعا بسيط، زيت الزيتون لحاله بنحتاج معلقة كبيرة، بنفرد زيت الزيتون على وجهنا ورقبتنا وبنخلي طول الليل. المهم أهم شيء طول ما أنت حاطة زيت الزيتون ما تتعرضي للشمس، لهيك بنفضل نحطه قبل ما ننام، نمسح أي زوائد منه ممكن تنزل من زيت الزيتون بنشيلها بقطنة نظيفة وبننام. والصبح بنغسل زيت الزيتون وبنغسل وبنشوف إن شاء الله بيكون وجهنا صار صافي ونظيف ورطب على طول، لأنه طبعا إحنا عارفين زيت الزيتون وفوائده، يعني قد ما ضلينا نحكي عن فوائده من هلا بكرة ما رح نوفي حقه، ربنا أقسم في القرآن مش قليل. فإنه أنا برشح هذول الطريقتين. طبعا في طرق تانية كتير مهمة وكتير ممتازة، في من جل الألوفيرا، في زيت جوز الهند، في عنا كذا شيء طريقة، بس أنا يعني هذول الطريقتين بسيطة جدا متوفرات في كل بيت، وبنفس الوقت بيعطوا نتائج كتير حلوة، لهيك أنا اليوم حبيت أحكي لكم إياهم. ان شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لي لايك وتكتبوا لي بالتعليقات اذا في اي شيء بدنا حابين تعرفوه، اي شيء بدكم نحكي فيه. واذا عجبكم هذا الفيديو طبعا لا تنسوا تشاركوه مع اصحابكم، مع صديقاتكم قصدي، لانه انا بعرف اغلب جمهور من السيدات طبعا، وهذا بيشرفني. واهلا وسهلا فيكم بقناتي، ان شاء الله يا رب
أكون على تكونوا بتحبوا فيديوهاتي وأكون على قدر المسؤولية. وأنا بحاول دائما إنه أعطيكم أسهل شيء اللي ممكن يفيدكم وينفعكم، وإن شاء الله يا رب يكون بعجبكم فيديوهاتي. وشكرا طبعا على التعليقات الحلوة اللي بتكتبوا لي إياها، أنا كتير بنبسط فيها. شكرا من كل قلبي لكم، وإن شاء الله أشوفكم على خير في فيديوهات جاية. استنوني، سلام.